وطن لا نبني. من أرضية سكنية مغطاة بأشجار السيسبان ومكب للنفايات إلى حديقة ومتنزه لأهالي أبين، استطاعت هدى اليافعي بمبادرة ذاتية إنجاز مشروعها التنموي الثالث والتي حمل شعار وطني أجمل بتنظيف أراضي وشوارع منطقة المثلث بمدينة جعار من أشجار السيسبان ومكان تجمع القوارض والكلاب الضالة وتحويلها إلى استراحة شعبية بقالب جمالي ومتنزهات تضم الألعاب المسلية للأطفال ومتنفس للأهالي. برنامج وطني أجمل يقوم على زيادة المسطحات الخضراء بدل من التصحر، يكافح النباتات العشوائية والأحراش التي تتجمع فيها القوارض والثعابين وغيرها والكلاب الضالة. فبرنامج وطني أجمل من ضمن مشاريع البساط الأخضر الذي يعتمد على الاستفادة من ماء وضوء المساجد، وقد قامت مؤسسة إنهاض بفضل الله بتركيب خزان ماء في مسجد معاذ بن جبل في حي المثلث للاستفادة من ماء وضوء المصلين في سقي المسطحات الخضراء التي يتم استحداثها في الأرضيات التي يسمح أهلها أو ملاكها بأن نقيم هذا المشروع في أرضهم. تأتي مبادرة هدى بعد بذل جهود مضنية للحصول على موافقة مالكي الأراضي وإبرام العقود الخطية للاستفادة منها دون التملك، خطوة سرعت من دوران عجلة التنمية في تنفيذ فكرة المشروع وزراعة الشتلات الخضراء وألعاب الأطفال والمسابح وفتح أبواب المتنفس للأسر والزوار، مما انعكس إيجابا برسم الفرحة على وجوههم بمشاهدة إبداع الفكرة وجمالية المكان. نشكر مؤسسة التنمية والتمكين على ما قدموه من ألعاب رياضية رائعة، ونتمنى أن يكون المزيد أفضل، وفي مسبح ترفيهي، هذا من ما يمكنهم لقضاء أوقاتهم الترفيهية، هذه حاجة مشرفة. صفت الأراضي هذه من السيسبان من الأحراش اللي فعلا كانت مليئة بالكلاب الضالة والأفاعي والحشرات القارضة والمضرة في على الطبيعة على البيئة، والحمد لله أصبحت منطقة جميلة في هذا المكان، ونتمنى أن يستمر هذا الجمال. يعني ندعو كل محبي الجمال هذا أن يتطوعوا وأن يعملوا لصالح هذه المنطقة وهذا الحي ليكون هذا الحي أيضا نموذجي. مبادرة مجتمعية نالت استحسان الجميع، حيث يتطلع القائمون على المشروع إلى استنساخ هذه الفكرة وتطبيقها في مدن ومناطق يمنية عدة بهدف الترفيه على المجتمعات المحلية وإيجاد متنفسات وحدائق في مناطقهم لرسم البسمة وتحقيق الآمال والتطلعات التي يطمح إليها أبناء المجتمعات المحلية. دليل يوسف، اليمن اليوم، أبين.